والمتابعون في كل مكان تتواصل الانطلاقات. هذه الفئة المميزة فئة السودانيات بعد أن انتهينا من سن الثنايا وفي صباح هذا اليوم بدأنا مع حضراتكم بفئة جديدة في هذا أو هذه المسافة، مسافة 6 كيلومترات. نتواصل بالشوط الخاص بالقعدان وأشواطنا المفتوحة، وهذا هو الشوط المفتوح الخاص بالقعدان الزمول وانطلاقة المركز الأول والصدارة. هذا اللي يحتل المركز الأول ولد السفير لعلي بن عبد الهادي بن بخيت البريد المري مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الهارب لمحمد بن عبد الوهاب بن مبروك الرشيدي ومسموح. مسموح احتل المركز الثاني، انطلق مسموح، ملكية مسموح لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني، يضم له حمد بن لزيوح المري. انتقل للمركز الثالث، هذا الهارب لمحمد بن عبد الوهاب الرشيدي على المركز الثالث ويضم له صالح الرشيدي. المركز الرابع هذا هو البارز لطالب بن محمد بن هادي بن هليل الغفراني المري على المركز الرابع. انتقل معكم ومع حضراتكم الى المركز الخامس وهو الفائز لبندر بن سعود بن حماد المطرفي. ايها الاخوة المتابعون، هذه الاسماء على حضراتكم، النداء الاول لكل المتابعين، النداء الاول لكل المتابعين، وهذه الانطلاقة خلاص في هذه اللحظة سنبدأ بالعد التنازلي نحو خط النهاية ونحو الناموس. مع هذا التحدي وهذا الانطلاق وهذه الفئة المميزة، فئة السودانيات، حيث يتواصل محبيها ومحبي هذه الفئة، فئة السودانيات، بالاستمتاع والمتعة والإثارة مع هذا العرض اللي تقدمه هذه الأصائل في ميدان الشحنية، وأيضا هذه الأشواط التي رصدت مع كل محلي مع سن الثنايا كل محلي. وأيضا لا ننسى في الختام سيارات لهذه الفئة، فئة السودانيات، وتواصل أشواطها مع كل محلي. ستتابع هذه الأسماء وظهور الأسماء الجديدة في هذا الميدان، ميدان الشحنية. أعود مع حضراتكم إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط، إلى اللي يحتل المركز الأول. هذا هو مسموح مع صدارة الشوط لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني، يضمر مسموح حمد بن لزيوح المري. المركز الثاني رقم 4 ولد السفير علي بن عبد الهادي بن بخيت البريدي المري مع المركز الثاني. يلا يا البريدي، المركز الثاني هذا هو في ثاني المراكز، بينما وصل في هذه اللحظة مهيض مع المركز الثالث زيد بن أحمد بن زيد الشريف، قادم من المملكة العربية السعودية ومن العاصمة المقدسة مكة المكرمة. هذا هو اللي بالمركز الثالث يحمل شعار المملكة العربية السعودية ويطمح في تحقيق الناموس. نتمنى التوفيق لكل المشاركين، نتمنى التوفيق لكل المشاركين. المركز الرابع، المركز الرابع رقم 7 الفائز لبندر بن سعود بن حماد المطرفي، ومن الجانب الآخر وصل عديم. رحبوا بعديم لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني على المركز الرابع، وشعار توق اللي فازت معنا قبل قليل بصوت زميل الكريبي بن جابر، فازت بالشوط الرئيسي في الشوط المفتوح، فازت توق، وها هو عديم. هذا صاحب انجازات، صاحب انجازات، صاحب انجازات، عنده 3 نقاط، عند السباق المحلي الاول والثاني والثالث، وهذا اليوم يشارك ليحقق نقطة جديدة في هذا الاسبوع.
في هذا الشوط. نعم هذا هو شوطه، هذا هو شوط عديم اللي يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس رقم 7 وهو الفائز لبندر بن سعود بن حماد المطرفي. خلاص هذا هو النداء الثاني اخوان المتابعين، تابعوه على شاشة قناة الريان، هذا العرض وهذا الإبداع وهذا العرض اللي يقدم من هذه الأسماء المميزة على شاشة قناة الريان نقلا حيا مباشرا عبر الأقمار الاصطناعية، وأيضا الإخراج المميز من قبل المتابعين هناك في الإخراج مخرجنا المميز أحمد السادة، وأيضا لا ننسى علي بن محمد بوشارب، وأيضا أشرف اليافعي الذين يتابعون هذا الإبداع وهذا النقل المميز. شوفوا الكادر الفوقاني يحمل الرقم 6 شعار الشريف، مهيض لزيد بن أحمد بن زيد الشريف، يحتل المرتبة الأولى، وأبناء المملكة العربية السعودية يعقدون الأمال مع هذا الشعار، يعقدون الأمال مع هذا الشعار. ولكن أنا ترشيحي يروح عند عديم، أنا يروح ترشيحي عند عديم، مطلق العنزي يرشح عديم، الله يوفق عديم، عديم اللي يحتل المركز الثاني مع المركز الثاني، عديم لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني مع المركز الثاني ضمره حمد بن هادي بن هليل المضمر العملاق، مضمر توق، هذا هو يضمر العديم اللي بالمركز الثاني. المركز الثالث هذا شعار سعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني عند بن لزيوح، ورابعا رقم 4 ولد السفير لعلي بن عبد الهادي بن بخيت البريدي المري، وخامسا رقمه 7 وهو الفائز لبندر بن سعود بن حماد المطرفي. خلاص انتهى الموضوع والنداء انتهى، و1200 عن خط النهاية وعن الناموس. روع عديم الله يا عديم، عديم على المركز الأول، سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، ويضمر عديم حمد بن عبد الهادي بن هليل الغفراني، وقال لكم باي باي، قال لكم باي باي، لوحة الكيلو متر الأخير، قدمني يا جمعة شوي عند عديم، بستمتع بعديم، بأعلق على عديم وأقول هذا هو صاحب الإنجازات، صاحب الإنجازات وصاحب السجلات الحافلة، لم يذق طعما للهزيمة هذا الموسم، لم يذق طعما للهزيمة. بنقول لك الناموس يتابعه عبر الهواء مباشرة، سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، مالكي عديم، مالكي توق ومالكي عديم، وهذا المضمر حمد بن عبد الهادي بن هليل الغفراني، مضمر عديم، مضمر، هذا هو عديم، وهذا الإنجاز الرابع في هذا الموسم، السباق المحلي الأول والثاني والثالث واليوم الرابع، يفوز عديم معنا في هذا الموسم بأربع نقاط، يعني لم يذق طعما للهزيمة. نتمنى الاستمرار لهذا الاسم ولعديم ولتوج وللأسماء المميزة التي حملت من قبل هذا الشعار المميز، شعار سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني المضمر حمد بن عبد الهادي بن هليل الغفراني المري. تهانينا يا بن هليل، تهانينا على فوز عديم بالمركز الأول وحصوله على الناموس في الشوط المفتوح، تهانينا لمحبي عديم، محبي هذا الشعار، تهانينا. والناموس المركز الثاني، وصل الشعار مهيض وزيد بن أحمد بن زيد الشريف يصل ويحتل المركز الثاني. المركز الثالث مسموح لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني، ورابعا يحتله الفائز لبندر بن سعود بن حماد المطرفي، وخامس المراكب هذا هو سراح حمد بن نوار بن دخيل الله بن عديس العتيبي. تهانينا والناموس. إذن عديم يفوز معنا بهذا الشوط ويحتل المرتبة الأولى والرقم 1، ودون يا أحمد السادة، دون عديم، اسم عديم، والملكية لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني الفائز معنا بهذا الشوط المفتوح الخاص بالقعدان. تهانينا والناموس. توقيتها الزمني
انتهى الزمني، توقيت عديم لحظة وصول إلى خط النهاية 9 دقائق 52 ثانية 21 جزء من الثانية. أهني مالك عديم سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، أهني حمد بن عبد الهادي بن هليل الغفراني المري على هذا الفوز والنقطة الثانية في صباح هذا اليوم بعد أن حقق التوج النقطة الرئيسية الأولى. المركز الثاني 10 دقائق بدون ثواني، هناك 37 جزء من الثانية رافقت هذا التوقيت. هو مهيض لزيد بن أحمد بن زيد الشريف، تهانينا والناموس. بينما مسموح وصل وحده للمركز الثالث 10 دقائق 9 ثواني 11 جزءا من الثانية. هو مسموح وملكية مسموح لسعادة